السلام عليكم، شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم راح يكون جدا مختلف، ليش؟ لان راح اتكلم عن اسوأ هواتف ممكن تشترونه بسنة 2024، وبخاصة حاليا بهذا الوقت. لذلك مهم جدا تبقون للاخير وتتابعون الفيديو وتعرفون شنو هاي الاجهزة اللي ما انصح اي احد يشتري حاليا. لذلك مهم جدا تتابعوني وتشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يصلكم كل الفيديوهات الجاية. وبالبداية قبل لا أبلش بهاي الأجهزة، هاي الأجهزة اختاريتها لثلاث أسباب. السبب الأول أنه هو مواصفاتهم ضعيفة، مواصفاتهم صراحة المعالج وبقية الشغلات ما تفيد. والسبب الثاني المواصفات جيدة ولكن مو مقارنة بالسعر مالته، يعني أسعارها مقارنة بالمواصفات أسعار ألغ بيها. والسبب الثالث والأهم عندنا اللي هو سنوات التحديث. هاي الأجهزة كم سنة يدعم التحديث؟ أكو أجهزة يدعم سنة واحدة، أكو سنتين. لذلك اختارت هاي الأجهزة على أثر هاي الأسباب اللي ذكرتها. ويلا خلينا نبلش ونشوف شنو هاي الأجهزة. بس لحظة قبل لا أدخل في الأجهزة، أكو نقطة جدا مهمة لازم تركزون عليه، اللي هو الشركات هاي أكو بعض الشركات من ينزلون جهاز يذكرون المميزات وما يذكرون العيوب، وأيضا ما يذكرون هذا الجهاز كم سنة يدعم التحديث. وهذا النقطة جدا مهمة، يعني أنا كمستخدم أريد أعرف الجهاز الفلاني كم سنة يدعم التحديث، الشركة في الحدث من يعلن عن المميزات ما يذكر سنوات التحديث، من تدخل على الموقع الرسمي أيضا ما ذكر سنوات التحديث. وهذا الشيء يعني شلون راح يعرف المستخدم جهازك كم سنة يدعم التحديثات. لذلك نصيحتي للشركات قبل لا تذكرون المميزات اذكروا سنوات التحديث. ويلا خلينا نبلش. بالبداية راح اتكلم عن شركة تكنو اللي عندهم سلسلة سبارك 10، جميع النسخ بهاي السلسلة بعد ما انصح اي شخص يشتريها. وعندك النسخة الاحدث من عنده سبارك 20 العادي وايضا 20 السي، جهازين مواصفاتهم ضعيفة ما انصح اي شخص يقترب من عندهم. ولكن عندك 20 البرو والبرو بلس، اجهزة مواصفات ممتازة واسعارهم جدا معقولة. وعندك نسخة الجو 23 و24، أجهزة مواصفاتهم ما يستاهل أي فلس تدفعها بهم. وعندك نسخة الكامون تكنو كامون 20، نسخة الفورجي خلاص بعد ما أنصح أي شخص يشتري، لأن عندك أجهزة منافسة بنفس السعر ومواصفات أعلى من عنده. ولكن نسخة الـ5G حاليا عفوا على مجمعة البوبجي، لأن يشغل 90 فريم اللي هو الوحيد بهذا السعر يشغل 90 فريم. وعندك نسخ سلسلة التكنو بوفا 5، نسخة العادي وأيضا البرو بعد خلاص لا حد يشتري، لأن راح ينزل نسخة الأحدث من عنده اللي هو تكنو بوفا 6 العادي والبرو، أجهزة مواصفاتها ممتازة وأسعارها جدا ممتازة راح ينزل خلال هاي الفترة القادمة. والشركة الثانية اللي هو انفينكس، شركة انفينكس جميع الأجهزة مالتها لا تشتروها ما عدا الهوتل 40 البرو وايضا سلسلة النوت اللي نزلت قبل اسبوع فقط. هاي الاجهزة انصحكم تشتروها، اما الاجهزة القديمة نزلت العام او قبل فترة لا حد يشتريها، لو المواصفات ضعيفة او صارت قديمة التحديثات مالتها لو سنة لو سنتين، لذلك ما انصحكم تشتروها. والشركة الثالثة اللي هو رالمي اللي عنده جهاز جدا قثيث مزعج الفئة الاقتصادية، يعني ما انصح اي احد يشتري هذا الجهاز اللي هو C55، جهاز كارثة. وعندك الرلمي 11 البرو، جهاز صراحة لو تشوف مواصفاته وسعره ابد ما يستاهل، اكو اجهزة من شركة ثانية او شركات ثانية مواصفات افضل من عنده تقريبا نفس السعر او اقل. لذلك فقط هذا الجهازين في اجهزة الرلمي ما انصح حاليا احد يشتريها. وهسه وصلنا لشركة شاومي اللي عنده جهاز وجوده وعدم وجوده نفس الشيء، جهاز جدا تافه اللي هو ريدمي 13C، وأيضا جهاز ثاني اللي أعلنوا عنه قبل فترة ريدمي نوت 13 البرو نسخة الـ4G. هذا الجهاز سعره فئة متوسطة، مواصفاته فئة اقتصادية لا حد يشتري، خليها تنام على قلبهم. وأيضا عندنا من بوكو C65، جهاز أبد ما يفيد، مواصفاته جدا ضعيفة، ذلك ما أنصح بهاي الأجهزة من شركة شاومي.
وهسه وصلنا لشركتين سوا اللي هو ايتل وبلاك فيو. صراحة هاي الشركتين ما انصح تشترون اي اجهزة من عندهم لان مواصفاتهم ضعيفة والسعر اللي تدفعها بهاي الاجهزة تقدر تدفعها بشركات ثانية بمواصفات افضل ويمشيك سنتين وثلاثة واربعة. لذلك هاي الشركتين ما انصح تشتروا من عنده اي اجهزة، ولكن شركة بلاك فيو عندهم تابلتات جدا ممتازة، اسعارها معقولة ومواصفاتها جدا ممتازة. وهسه وصلنا لشركة سامسونج اللي هو نفسهم من سوى تخفيض على سلسلة الاي، ولكن ابقى واقول انه شركة سامسونج سياستها في العراق جدا فاشلة، ولكن نصيحتي لهم حاولوا تنزلون من اسعار الاجهزة مالتكم، لان صراحة الاسعار مالتها مبالغة بها، ولكن كمواصفات ما حد عنده اعتراض على الاجهزة مالتكم، ولكن الاسعار جدا غالية. وهسه شركة ابل واجهزة الايفون. اجهزة الايفون، ايفون 11 واقل ابد لا تشتريه، 11 وفوق وحاول حتى ال 11 لا تشتريه بعد، لان خلص بعد سنة يجوز تحديثات ال 11 ايضا راح يتوقف. وايضا من تشتري اي جهاز ايفون سواء ال 13 ال 12 ال 14 حاول الضربة بالحاسبة، لين راح يبين عندك اذا هذا الجهاز مبدل بيه شيء، بطارية، شاشة، صاير عليه شيء. لذلك مهم جدا شغلة الحاسبة في الايفون، وخلص ما عندي شيء ثاني على الايفون. وهسه شركة Nothing اللي اسعار اجهزتها بالعراق جدا مبالغ بيها، ويمشون بطريق الايفون بزمن السوق مليان اجهزة مواصفاتها ممتازة واسعارها جدا معقولة. لذلك شركة Nothing لا حد يشتري اجهزتها، خلوها تنام على قلبهم. وهسه شركة اوبو اللي صراحة اجهزتها مواصفاتها جيدة ولكن اسعارها مبالغ بها مقارنة بالشركات الثانية اللي نفس المواصفات او اكثر وبسعر اقل. لذلك شركة اوبو نصيحتي لهم يراجعون سياسة الاسعار مالتهم ويحاولون يقللون الاسعار حتى ينافسون بقية الشركات. وعدهم جهاز ثاني خلال هالاسبوع راح ينزل، نجربه ونشوف سعره وايضا مواصفاته، وعلى اساس راح اعطيكم تجربتي ورايي بهذا الجهاز اللي راح ينزل خلال اسبوع. وهسه شركه اونر. صراحه شركه هونر اشوفها من انجح السياسات الموجوده في العراق، لان تنطيك اجهزه مواصفات جيده وباسعار معقوله. ولكن عندنا جهازين اللي هو الاكس 6 وال7، هذا الجهازين قبل نزل سنتين نزلوا، لذلك ما انصح بهم، اخذ الاعلى من عنده اللي هو نسخ البي، اجهزه ممتازه واسعارها ايضا ممتازه. وهسه نصيحتي لكم على اي اساس تختارون او تشترون الجهاز اللي تريدونه. قبل لا تشوف مميزات الجهاز اللي تريده، شوف هذا الجهاز كم سنه يدعم التحديث، لان شنو فايده جهاز مواصفاته جيده ويدعم سنه واحده تحديث؟ هنا أنا ما راح تستفاد من هذا الجهاز يا دوب سنه وسنتين وخلاص. اما جهاز يدعم لك 3 سنوات تحديث ومواصفاته جيدة والسعر معقول، أنصحك به مباشرة. هذا هو الأساس اللي تختارون عليه الأجهزة. أهم شيء سنوات التحديث، بعدها تشوف المميزات مالته تفيدك لولا، وبعدها السعر مالته. وفي الأخير أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون من الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإن شاء الله نلتقي في الفيديوهات الجاية، وفي أمان الله.